بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد أحباب، مع استراتيجية الحوار والمناقشة ونص الاستماع، أحب العمل، أحب العمل. خرجت الفراشة الصغيرة تلعب فقابلت النحلة في طريقها، فطلبت منها أن تلعب معها، لكن النحلة قالت لها: أنا الآن مشغولة يا صديقتي بجمع الرحيق حتى أصنع منه العسل. ولكن الفراشة قالت لها: أريد أن ألعب. فقالت لها: سنلعب، ولكن بعد أن أنتهي من عملي. وبعد أن انتهت من العمل ذهبت ولعبت معها. من التي قابلت النحلة؟ الفراشة. كانت الفراشة كبيرة أم صغيرة؟ صغيرة. ماذا طلبت الفراشة من النحلة؟ أن تلعب معها. هل لعبت الفراشة مع النحلة وتركت جمع الرحيق؟ لا. لماذا يا سعود لم تذهب وتلعب معها؟ لماذا لم تلعب النحلة مع الفراشة؟ عندها عمل. ما عملها؟ العسل. تجمع الرحيق لتصنع العسل. هل لعبت النحلة مع الفراشة في النهاية؟ نعم. بعد، هل توقفت عن العمل أم انتهت من عملها؟ نستفيد من ذلك. مراد، من التي قابلت الفراشة؟ فراشة قابلت مين؟ من قابلت الفراشة؟ النحلة. شاطر يا مراد، بارك الله فيك. طيب يا سالم، ماذا تتعلم من النحلة؟ ماذا تعلمت في هذا الدرس؟ طب من تعلم شيئا؟ قل يا يزيد. عشان أول شيء لازم أخلص العمل وبعدها ألعب. تعلمت يا سالم شيء؟ يلا، ماذا تعلمت؟ لازم أخلص عملي وأروح ألعب وبعدين ألعب. هل نلعب أولا أم ننتهي من عملنا؟ ما عملنا الآن؟ نجمع الرحيق. لا، عملك أنت. أدرس. يبقى إذن يا خالد، هل تنتهي من اللعب مثل الآن ولا تنتهي من عملك الأول؟ تنتهي من العمل. ما عملك الآن؟ الدرس. تحفظ وتكتب واجباتك وبعدين تلعب، ولا تلعب أول وبعدين تنام؟ لا ينفع يا تركي. لا، اول شيء نعمل ايه؟ ندرس بعدين نلعب. نخلص الدراسه والواجبات والحفظ ثم نلعب. من التي قابلت من كم؟ الفراشه قابلت النحله. كم شخصيه؟ اثنان. ما الشخصيتان اللتان هنا في الدرس يا احمد؟ الفراشه والنحله. هل اعجبتك النحله؟ نعم. لماذا؟ لأن قالت الأول. أيوة، الأول العمل ثم. ممتاز، عارفة مصلحتها صح؟ طيب، لو كنت مكان النحلة، هل ستفعل مثلها أم تذهب وتلعب؟ تفعل مثلها، لأنك ولد ممتاز وشاطر، لازم تعمل واجباتك الأول. طيب، قل لي صح ولا غلط يا سلطان، لعبت النحلة والفراشة وطلقت النحلة عملها، صح أم خطأ؟ قالت النحلة للفراشة: سألعب معك ولكن بعد أن أنتهي من عملي، صح أم خطأ؟ صح. طيب يا عبد الرحمن التوريات، مع بعض في هذا النص ثلاث شخصيات، صح أم خطأ؟
كم شخصية؟ اثنتان. النحلة والفراش. طيب يا عمار يا سعد، كلمة النحلة لام قمرية، كلمة النحلة لام شمسية، صح أم خطأ؟ صح. طيب يا عبد المحسن، الفراشة لام شمسية، الفراشة لام قمرية، لماذا النحلة لام شمسية يا ناصر؟ لام شمسية لأنها لم تنطق. لم تنطق. أين الورد الذي كان هنا يا ناصر؟ بعدك مرة مدوية. لا، ضعها هنا يا ناصر. عندك؟ لا، بعدك مرة مدوية. واو. طيب يا عمار، الفراشة لام قمرية أم شمسية؟ قمرية. لماذا؟ لأننا نطقنا اللام. بارك الله فيك. ما جمع الفراشة؟ وما جمع النحلة؟ النحلات. شاطر. الرحيق لام شمسية أم قمرية؟ الرحيق قمرية. الرحيق لماذا؟ لأنها كيف عرفت؟ لأننا نطقناها الرحيق، لأننا نطقناها. وهل اللام الشمسية تنطق؟ طب هل أنت قلت الرحيق ولا الرحيق؟ هل نطقتها؟ لا. إذن لا تنطق، والحرف الذي الراء مشدد. يزيد، ماذا نصنع من الرحيق؟ ماذا نصنع من الرحيق؟ النحلة بتصنع من الرحيق إيه؟ العسل. العسل، أي عسل؟ أي عسل؟ هل هو عسل النحل أم عسل أسود؟ عسل النحل. عسل النحل. هل تعرف عسل النحل يا علي؟ إيه؟ ما لونه؟ أصفر. أصفر صح؟ أصفر برتقالي. لا، ما في حمام الحين. أنت لسه جاي من الفسحة منذ 5 دقائق أو ربع ساعة. الفسحة للحمام، ليس الفسحة للعب. ثم تأتي تظل قليلا ثم ستذهب بعد انتهاء الشرح. قل يا مراد. مراد، من هذه؟ نحلة. ومن هذه؟ فراشة. الفراشة. طيب سعود، ماذا تعلمت من هذا الدرس؟ علّ صوتك يا سعود. أنا لا أقول لك انظر إلى الصور، أقول لك ماذا تعلمت. دراسة ولا نترك عملنا. الدراسة أولا ولا نترك عملنا، ثم بعد ذلك اللعب. لا، الحاسب هذا أنت رحت جبته من هنا برضو تاني. ما ينفع كده مراد. خلاص يا أبطال، فهمنا القصة؟ نهتم بالعمل، وعملنا هو المذاكرة وحل الواجبات وحفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نلعب كما فعلت النحلة مع الفراشة. شكرا أيها الأبطال.